في التسجيل السابق قمنا بأخذ سلسلة ماكلورين لإي للقوة إكس، وقد رأينا أنه يبدو كنوع من الاندماج لتقريبات كثير الحدود لجيب إكس وجيب تمام إكس، لكن ليس تماما، لأن هناك مجموعة من السوالب فيها، وإذا أردنا فعلا أن نضيف هذين مع بعضهما عندما أخذنا تمثيل إي للقوة إكس، لا أعلم إذا كان باستطاعتكم أخذه كخدعة. دعونا نرى، إذا أخذنا كثير الحدود هذا لـ e للقوة x هذا التقريب ماذا سيحدث؟ وإذا قلنا أن e للقوة x تساوي هذا تحديداً، عند هذا يصبح عدد غير محدود من الحدود، إنه يصبح أقل من التقريب. ماذا يحصل لو أخذنا e للقوة i x؟ وقبل هذا، هذا يبدو نوع من الأشياء العجيبة، دعوني أكتبها e للقوة i x، لكن قبل هذا كيف نعرف e للقوة i؟ هذا من الأشياء الغريبة التي علينا القيام بها، أخذ شيء مرفوع للقوة i x، كيف ندرك بعض أنواع الاقترانات من هذا النوع؟ لكن الآن لدينا كثير حدود من e للقوة x، ربما يمكننا أن نقوم بالاهتمام به، لأنه بإمكاننا أخذ i مرفوعة لقوة مختلفة، ونحن نعلم ماذا يعطي هذا. i تربيع تساوي ناقص واحد، i تكعيب تساوي ناقص i، وهكذا. إذن ماذا يحصل عندما نأخذ e للقوة i x؟ إذن مرة أخرى إنه فقط مثل أخذ x وتبديلها ب i x. إذن أي مكان نرى به x في كثير الحدود؟ تقريبا علينا أن نكتب i x، لذا دعونا نقوم بهذا. إذن e للقوة i x يجب أن تساوي تقريبا، وسوف تصبح مساوية أكثر وأكثر، وهذا بديهي أكثر. أنا لا أقوم ببرهان فعلي هنا، لكنه ما زال عميق، لا يمكننا تجاوزه، لكني لا أعتقد أنه بإمكاننا تجاوز ما تم اكتشافه أو رؤيته في هذا التسجيل. إنه يساوي 1 زائد i x بدلاً من x i x. ما هي i x تربيع؟ إنها ستكون، دعوني أكتب هذا هنا، إذن ما هي i x تربيع تقسيم مضروب الاثنين؟ i تربيع تساوي ناقص 1، يكون لدينا ناقص x تربيع تقسيم مضروب الاثنين، لذا ستكون ناقص x تربيع تقسيم مضروب الاثنين، وأعتقد أنكم ترون كيف سيكون هذا. ما هي i x؟ تذكروا أي مكان نرى فيه x سوف نقوم باستبداله ب i x، إذن ما هي i x تكعيب؟ دعوني أكتب هذا خارجا، دعوني لا أتخطى بعض الخطوات هنا، هذا سوف يكون i x تربيع تقسيم مضروب الاثنين، دعوني سوف أقوم بها بطريقة، إذن زائد i x تربيع تقسيم مضروب الاثنين زائد i x تكعيب تقسيم مضروب الثلاثة زائد i x للقوة أربعة تقسيم مضروب الأربعة زائد i x للقوة خمسة تقسيم مضروب الخمسة. ويمكننا الاستمرار بهذه الطريقة، لكن دعوني أقدر هذه الـ i x المرفوعة لقوى مختلفة، إذن هذا سوف يساوي 1 زائد i x، 1 زائد i x. i x تربيع هي نفس الشيء مثل i تربيع x تربيع، i تربيع هي ناقص 1، إذن هذه ناقص x تربيع تقسيم مضروب الاثنين، سوف تكون نفس الشيء مثل i تكعيب ضرب x تكعيب، i تكعيب هي نفس الشيء مثل i تربيع ضرب i، إذن سوف تكون ناقص i، إذن سوف تكون ناقص i x تكعيب تقسيم
مضروب الثلاثة ثم زائد سيكون لدينا ما هي اي للقوة 4، إذن هذه اي تربيع تربيع وهي ناقص واحد تربيع، هذا كله سيكون واحد، إذن اي للقوة 4 هي واحد، إذن لدينا زائد اكس للقوة 4 تقسيم مضروب الأربعة، ثم سيكون لدينا اي للقوة 5 ستكون واحد اي، إذن سوف تكون اي اكس للقوة 5 تقسيم مضروب الخمسة، إذن زائد اي اكس للقوة 5 تقسيم مضروب الخمسة. أعتقد أنكم ربما ترون هذا النمط، إنه من المعاملات واحد اي ناقص واحد ناقص اي واحد اي ناقص اكس للقوة 6 تقسيم مضروب الستة، ومن ثم ناقص اي اكس للقوة 7 تقسيم مضروب السبعة. إذن لدينا بعض الحدود تخيلية لأنها تحتوي على اي ومضروبة بآي، وبعضها حقيقية، لماذا لا نستطيع فصلهم خارجا؟ إذن مرة أخرى اي للقوة اي اكس سوف تساوي هذا الشيء تحديدا. عندما نضيف عدد لا نهائي من الحدود، لذا دعوني أقوم بفصل الحدود الحقيقية وغير الحقيقية أو التخيلية. إذن هذا حقيقي وهذا حقيقي وهذا حقيقي وهذا هنا حقيقي. يمكننا الاستمرار بهذا. إذن الحدود الحقيقية هنا هي واحد ناقص اكس تربيع تقسيم مضروب الاثنين زائد اكس للقوة 4 تقسيم مضروب الأربعة، ربما تكونوا مندهشين الآن، ناقص اكس للقوة 6 تقسيم مضروب الستة، هذا كل ما فعلته هنا، لكن يجب أن نستمر، لذا زائد بنفس الطريقة الحدود الحقيقية. ما هي الحدود التخيلية هنا؟ دعوني فقط سوف أخرج اي هنا، لذا زائد اي، حسنا هذا اي اكس، لذا هذا سوف يكون اكس، ومن ثم التالي، إذن هذا حد تخيلي وهو عبارة عن حد تخيلي، لقد قمنا بإخراج اي، لذا ناقص اكس تكعيب تقسيم مضروب الثلاثة، ومن ثم الحد التخيلي التالي إنه هنا، لقد قمنا بإخراج اي زائد اكس للقوة 5 تقسيم مضروب الخمسة، ومن ثم الحد التخيلي التالي هنا، وهكذا ناقص اكس للقوة 7 تقسيم مضروب السبعة، ومن ثم نستمر بوضوح، لذا زائد ناقص نستمر هكذا ربما إلى اللانهاية. بهذا يمكننا الحصول على تقريب جيد قدر الإمكان، لذا لدينا حالة هنا والتي فيها اي للقوة اي اكس تساوي كل هذا الشيء هنا، لكن تذكروا من آخر تسجيلات الجزء الحقيقي هذا كان كثير حدود، وهذا كان تقريب ماكلورين لجيب تمام اكس حول الصفر، أو علي أن أقول تقريب تايلور حول الصفر، أو يمكننا أيضا تسميته تقريب ماكلورين، لذا هذا وهذا نفس الشيء، لذا هذا جيب تمام X تحديدا. عندما نقوم بإضافة عدد لا نهائي من الحدود، جيب تمام X هذا هنا هو جيب X نفس الشيء بالضبط، لذا يبدو أنه بإمكاننا توفيق كيف باستطاعتنا إضافة جيب تمام X وجيب X للحصول على شيء مثل E للقوة X، هذا هنا هو جيب X، لذا إذا أخذناه كمعطى أنا لن أبرهنه لكم،
إذا أردنا أخذ عدد لا نهائي من الحدود هنا، هذا سيصبح جيد تمام إكس، وإذا أخذنا عدد لا نهائي من الحدود هنا، هذا سيصبح جيب إكس. إنه يقود إلى صيغة جذابة، يمكننا القول أن إي للقوة آي إكس هي نفس الشيء مثل جيب تمام إكس. إذن إي للقوة آي إكس تساوي جيب تمام إكس زائد آي جيب إكس، آي جيب إكس. وهذه صيغة إيلور، هذا صحيح هنا، إنها صيغة إيلور، إيلورز فورمولا. وإذا كانت ليست مثيرة كفاية بالنسبة لكم، فهذا لأننا قمنا ببعض الأشياء المريحة. لقد تضمننا إي والتي حصلنا عليها من التركيب المستمر والممتع. لدينا جيب تمام إكس وجيب إكس، وهما عبارة عن نسب للمثلثات الصحيحة. إنهم من دائرة الوحدة، وبأي حال لدينا الصيغة في ناقص واحد مرفوعة للقوة ناقص واحد تقسيم اثنين. هذا يبدو أن هذه علاقة مريحة هنا، لكنها تصبح مريحة أكثر. سوف أفرض أننا نشغل راديان هنا. إذا فرضنا صيغة إيلور، ماذا يحدث إذا كانت إكس تساوي باي؟ من خلال رقم مضحك آخر هنا، النسبة بين المحيط والقطر لدائرة، ماذا يحدث إذا كانت من خلال باي؟ حصلنا على إي للقوة آي باي، إنها تساوي جيب تمام باي، جيب تمام باي. ما هو؟ إنه في النصف حول دائرة الوحدة، لذا جيب تمام باي هو ناقص واحد، ثم جيب باي هو صفر. لذا هذه العبارة تذهب، وإذا أردنا تقديره عند باي نحصل على شيء مدهش. هذا يسمى متطابقة إيلور، إيلورز ايدنتيتي، والتي يمكننا كتابتها هكذا، أو نضيف واحد إلى كلا الطرفين ويمكننا كتابتها هكذا. سوف أكتبها بلون مختلف للتأكيد. إي للقوة آي باي، إي للقوة آي باي زائد واحد تساوي صفر، وهذا أعتقد أنه مبرهن، تساوي صفر. هذا يخبركم أن هناك بعض الترابط مع الكون، والذي ليس مفهوما كليا، أو على الأقل أنا لم أفهم كليا. آي يتم تعريفها من قبل المهندسين للتبسيط، لذا يمكنهم إيجاد جذور كل المصادر لكثيرات الحدود. كما يمكنكم القول مربع السالب واحد باي هو النسبة بين المحيط لدائرة معينة وقطرها. مرة أخرى، عدد آخر ممتع، لكنها تبدو أنها أتت من أماكن مختلفة، مثل آي إي أتت من مجموعة أماكن مختلفة. إي يمكنكم أيضا التفكير بها أنها أتت من التركيب المستمر الممتع، أيضا أتت من فكرة المشتقة لإي للقوة إكس، إنها أيضا إي للقوة إكس، لذا إنه عدد جذاب آخر. لكن مرة أخرى يبدو أنها ليست مترابطة مع كيفية التعامل مع آي، ويبدو أنها ليست مترابطة مع كيفية التعامل مع باي. ومن ثم بالطبع لدينا شيء من أكثر الأرقام الأساسية عمقا هنا، لدينا واحد. لا يجب علي أن أوضح لماذا واحد هو عدد مريح، ولا يجب علي أن أوضح لماذا صفر هو عدد مريح. لذا هذا صحيح هنا. ارتباط كل هذه الأرقام الأساسية بطريقة معينة تظهر لنا بعض الارتباطات مع الكون. حسناً،
لقد انتهى الوقت، لذا سأتوقف الآن وسأراكم في العرض القادم. إلى اللقاء.